طبعا وانتي قاعدة متبغددة وماسكة الصينية وفيها حتتين الجاتوه، بتبقوا غالبا جايبين 8 حتت او كده على قد الناس، ومطلعة حاطة الشاي في الفناجيل بتاعت امك اللي ما طلعتش غير في اليوم ده اللي جاية من النيش، وابوكي قاعد قوي كده بيقولوا احنا بنشتري راجل، وهو قاعد هو وابوه وامه واخواته وكده، وقاعدين يقولوا احنا اهم حاجه عندنا العروسه ده احنا ناخدها بشنطه هدومها، وقاعدين تقسموا وتشوفوا مين هيجيب النجف ومين هيجيب السجاد ومين هيجيب الصيني، ويا ترى هنجيب تكييف ولا لا، وقاعدين تقسموا مين عليه ايه. في حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا انت نسيتيها يا حبيبتي، في فخ بيتنصب لك، في فخ بيتنصب لك اسمه اسمه الهومورك، او كما كنا نطلق عليه ايامنا احنا الواجب، الواجب يا حبيبتي. طبعا انت ما بتبقيش في مخيلتك ولا مدركه، انا بنبهك على فكره، تسالي من اولها الهوم ورك على مين، ده اهم بكتير من كل الحاجات اللي انتوا جايبينها دي، اهم من المطبخ والتلاجه والغسيله الحاجات دي كلها مش مهمه اصلا، الهوم ورك على مين ده يتكتب في القايمه ويمضي عليه، يعني لو اعرف كنت مضيت على القايمه على دي، بس مفيش قايمه تانيه اصلا، مفيش اي حاجه تانيه خالص. ليه انتي ما حدش يتخيل ان الورده المفتحه اللي بتستور بالنهار وحتى صورها على الفيسبوك بيبقى شكلها كده، ده افخم شكل، وهي قاعده يا حبيبتي من الساعه 3 هرس يا هرس لحد 10 بتعمل في الهوم ورك. ليه بقى؟ عشان احنا مدمع بقر، اقسم بالله بقر، انت تشرحي لابنك الحاجه وتلاقيه يقول لك كده مفيش، ما تحسيش انه سيبك الكلام ده ولا عدى عليه في المدرسه اصلا، وصحتك تتدمر ونفسيتك وبشرتك تبوظ، بتدي بشرتك تبوظ، بتقهري في نفسك ليه يا حبيبتي كده؟ ليه بتقعدي تتدحري كده وتنكبي كده على المذاكره اوفر اوفر؟ صحتك يا حبيبتي تتعاملي مع، اقسم بالله بهايم بهايم، من اول ما بيخش الكيجي من اول محو الاميه لحد ما شاء الله الابر جريدز بقى عندي انا بقى، يعني مش طبيعي مش طبيعي. الصحيح يا حبيبي يا مامي يا مامي انتوا بتخلوني اعمل الهمزه ليه؟ مش عايزه اعملها يا حبيبي، مش انا دي وزاره التربيه والتعليم، لو عليا ما تعملهاش يا ابني، وليه النقطه تحت الباء هتقع؟ ليه النقطه كانت هتقع يا ماما؟ ما تقعش يا حبيبي، ما تحطش نقط خالص، صحه الواد ونفسيته اهم من كل ده، ولا لما تخش بقى تلاقي نفسك بتذاكري ساينس وبتذاكري دراسات، انت احنا استفدنا من الدراسات دي في حاجه؟ انا دلوقتي موقع حشاش استفدنا موجود فين؟ ده افادني انا بحاجه في حياتي الشخصيه والعمليه؟ افادني وفطرني، فطرني كده اشوف الهوم ورك على مين وانا رايحه اتجوز بقى، ما بيفيدنيش في الحياه العمليه، العيب بتاخده تاني ليه؟ بس انا عايزك ما تاثريش، انا بقى عندي الجميل ده، شوف الجميل ده يا ولاد، جميل جاي لي فخر فخر كده، فخر جايب لي 4 من 10 وبيقولها لي، عشان انا معوده ولادي احنا ما بنعملش حاجه، طب نضربش، فبيقول لي ايه انا جايب 4 من 10 في الستايل، شوف فرحان ازاي يا ولاد، شوفوا ولاد فرحان ازاي، فكركم انا ضايقته اطلاقا نهائي، دي انا جبت له الشوكولاته اللي بيحبها، وبتحب ايه يا حبيبي؟ رز وملوخيه حاضر، عايز فراخ حاضر، لحمه مفرومه حاضر، انا دلعته لان نفسيته ونفسيتي، احنا ذاكرنا ولاد جاب 4 من 10 وبيأكد لك بيأكد لك ان هو ذاكر وان هو حل والامتحان كان سهل، مش اكدت لي الامتحان كان سهل؟ كان سهل؟ ايوه. طب لما هو سهل جبت 4 من 10 ليه؟ ليه يا حبيبي؟ مفيش طبعا رد، طبعا بتلاقي الوش ده ما بتلاقيش منه ردود بقى، يعني بيطلع لك بقى اتفضل يا حبيبي خلاص شكري. اوعي تزعلي ابنك، اوعي الولد داخل بكره ملحق، العيال كلهم العيال كلهم هيقعدوا يلعبوا وهو هيخش يمتحن، نفسيته ونفسيتك وصحتك وبشرتك يا حبيبتي هتتدمر هترهقي، فانا عايزاكي تاخدي الموضوع بسلامه نيه كده. انا ابن الدكتوره اللي جايبه 50 في الفيزياء والكيمياء والاحياء، ابني حبيبي جايب 4 من 10 في الساينس، انا مش هتاثر، ده قرار خلاص، الهوم ورك ايه؟ ما تدمريش نفسك وتدمري صحه الولد، عايزك يبقى في سلام نفسي كده، 4 من 10 ها 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 ها، 4 من 10 ها ها ها، تفضلي تهقهقي وتضحكي وتنبسطي، مفكر اقوم اخرجهم واديهم ملاهي اصلا من كتر ما انا عماله يعني ريم ريم، خلاص انا عايزاكي كده تخافي على نفسك يا حبيبتي، خلاص.